طقطقة الرقبة عادة خطيرة تجنبها. يقوم بعض الناس بتحريك عنق الرأس بهدف تخفيف التوتر والاسترخاء عند ممارسة جهد معين أو الجلوس لمدة طويلة، ويمكن لهذا الإجراء أن يتسبب بالارتخاء القصير المدى، إلا أن هناك عواقب أكثر خطورة على المدى الطويل بحسب ما نقل عن صحيفة The Mirror البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى حالات تسببت فيها طقطقة الرقبة في حدوث جلطة، إذ يمكن أن يكون الأفراد عرضة لخطر حدوث تشريح صغير في البطانة الداخلية للشريان، ما يؤدي إلى تشكل جلطات دموية. وهناك فرصة لحل هذه الجلطات من تلقاء نفسها، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد في شريان ينقل الدم إلى الدماغ. ويشكل اثنان من الشرايين الفقرية في الرقبة الشريان القاعدي الذي يزود الجزء السفلي من الدماغ بالدم. وعندما نثني أو ندير العنق فإن هذه الشرايين تكون ممتدة وتصبح عرضة للإصابة. ويمكن أن تضعف هذه العادة الأربطة التي تجمع ما بين المفاصل وبين الفقرات، ما يعرض الشرايين للضرر. ولكن هذا لا يعني أن السكتات الدماغية هي نتيجة للثني وطقطقة الرقبة في العموم. المصدر الوطن أفهم.